السلام عليكم، صباح الخير جميعا. أشوق صباح الدفى اليوم، كنا دافين شوي. اليوم برنامجنا كالتالي: عندي اجتماع مع الجروب اللي بدأنا في إزالة كلمة لفظ الجلالة، واجتماع الثاني مع معزبنا الجديد وهو لاعب سبق الله في السعودية ولاعب شهير. إن شاء الله تستمتع من اليوم، خلوكم جاهزين. شوط الكوبا كابانا ما في عليه زحمة زي أول لأنه برد، لكن اليوم ويكند بيصير في فعاليات أصورها لكم إن شاء الله بإذن الله. أهم شيء الطائرة والقدم الشاطية على طول. هذه طال عمرك الدواعيس دي تجيها في الليل. يمرك واحد ترنيدو، الترنيدو اللي هم رعاة الصقر البرازيليين، اللي يجيك طال عمرك ما عليه حذيان ولا عليه الا شورت فنيله ما فيه، سمعت؟ ومن مرة طال عمرك تقول ما رك ترنيدو، يلقط جوالك ما تشوف الغبرته منك. استمتع بس، عاين في جوال واضحك واستمتع واعرف انه ما عاد انه جايك لو تموت. ورجعنا الى الكافي، اليوم نلتقي بالجروب كامل. اليوم القصه جميله. تعرفون القصه بدات من المرشد السياحيه ثم رئيس المتحف. الجميل وشنو ان المرشدة السياحية تقول والله العظيم يوم مباراة البرازيل والسعودية اني انا اشجع السعودية، فتقول زوجي كذلك معي تأثر بالسعودية، هو ما هو في الموضوع، يعني اذا راح دوامي هرج في الموضوع، اذا راح مع اصدقائي هرج في الموضوع، فتقول البيت عندي تأثر موضوع لفظ الجلالة، حتى كذلك اهلي امي وجماعتي والى اخره. كذلك رئيس المتحف زوجته تأثرت بالموضوع وصار الناس يكلمونها وأن زوجك طلع بالأخبار وكذا. تأثير هذا مو علي أنا والمرشدة السياحية ورئيس المتحف، لا، على الحلقة كاملة. مثل ما أثرنا عليكم تأثر الناس هنا كله. أعطيكم كواليس القصة باختصار. آلين كانت جالسة هنا، وأندريه كان جالس هنا، وأنا كنت جالس هنا، ونتقهوى بعد جولة سياحية. أنا مستأجر جولة سياحية ترتبها ألين ويرتبها أندري في موقع اير بي ام بي. حجزت جولة يكون فيها تمر كافيات وتمر معالم تاريخية وتراثية ومتاحف. جميل، جلسنا هنا. يوم أن تقهوينا خدت أنا سجادتي ورحت هناك أصلي، استأذنت ورحت أصلي هناك، رحت أصلي وجيت قالوا هل أنت مسلم؟ قلت إيه. فسوالي وسوالي جاء موضوع البلاطة، قلت تعالوا انا امس كنت في المتحف كذا 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 كذا، وبدت القصه. وهو الى اخر طبعا اندري استاذن لانه عنده شغل وقال تجوني بكره المتحف عشان نتفاهم في الموضوع. ونزلت انا بيانات اندري البنت الين هذه وبياناتها، ومن هنا بدت القصه وبدا التفاعل. عاد اليوم زوجها جاي معها وزوجته جاية معه، وبنفطر جالسين نتناقش على الطاوله. هذا اندري وهذيك زوجته. زوجتي تقول انا ما ارقد لا ليل ولا نهار، ولا اهلي ولا جماعتنا ولا ربعنا، كلنا تاثرنا بهذا الموضوع ونشتغل ليل نهار. وهذا زوج الين، هذيك هي المرشده السياحيه الين، هذا زوجها برضو يقول انا ليل نهار شغلي اموري، كل العالم تتكلم عن هذا المبادره. فانا جالسين هنا لانه في امور كثير تطورت. السيراميكا يا جماعه ما هي مجرد سيراميكا، السيراميكا عمرها اكثر من 300 سنه. جابريل، واتس ذس؟ This is a kobo petit, which is a like a traditional way to have breakfast. Ah, and they put like this here, huh? Yes. Super nice. بهذا الطريقة تقليدية عندنا يقدمون فيها فطور في السلال الخشبية وحطنا على زي طبعا الكورتادو ما عندهم، عندهم الكابتشينو بس دائما يحسونه بالشوكليت أو بالكانيلا اللي هو السينمون أو القرفة. لكن عندهم مشروب ثاني أيضا جميل جدا، اتس كومولاتيه. سي كومولاتيه زي اللاتيه، لكن تحت هنا وات داز ذات مين؟ باسوكا. باسوكا، الباسوكا يا جماعه جدا اتس كومولاتيه. سي كومولاتيه زي اللاتيه، لكن تحت هنا وات داز ذات مين؟ باسوكا. باسوكا، الباسوكا يا جماعه اللي هو يعني مستخلص زي البين بيناتس اللي هو الفول السوداني، سمعت؟ زي الكراميل بس انه فول سوداني. And what is this? The white one? The white one is milk, like premium milk. ايه هذا زي
زي النستلة، وهذا زي الفول السوداني، وهذا هذه القهوة شكله لذيذ. جربه. يقول محلنا انفجر البارح من التعليقات. He said that they are amazing with so many messages, five stars and everything. يقول وصلنا five star، خمس نجوم من تعليقاتهم الكثيرة. يشكرونكم وبيض الله وجيهكم يا محزمي. طبعا هذا سوق شعبي بالعربات هذه، وفي الساحة هذه اللي أمام قصر الملكية البرتغالية سابقا والإمبراطورية البرتغالية في الساحة هذه. شكل حاجاتهم جميلة. البارح جماعة المترو متعطل، بس الترام هذا اللي داخلك داخل المدينة لا شغال. تعطل المترو أمس اللي تحت الأنفاق الصبوي، صارت المدينة زحمة جدا وارتفعت أسعار التكاسي وأوبر، لكن هذا اللي وسط المدينة الترام هذا لا باقي شغال. باي، ثانك يو سو ماتش، مع السلامة. يا أحلى. إن شاء الله، مع السلامة. يا أخي جميلين بشكل ما تتصور. الآن هذول طال عمرك رايحين للشاطئ، بالعربية هذه طال عمرك فيها المواصير وفيها الشباك حقت الطائرة والدنيا والطاولة حقت الأكل والشغل حقهم كله. شوف هذا معزبي، هذا معزبي، هذا معزبي، هذا عزبي. فيكتور سفاح. صراحة المطاعم العربية في البرازيل لذيذة جدا، واليوم عزبنا فيكتور السفاح الأهلي الشهير، فيكتور سومنس حبيبي أنت، عازمنا في هذا المطعم. خلوكم معنا دردشة اليوم خفيفة سريعة مع فيكتور. أوكي يس. طبعا حنا في طرف الكوبا كابانا في البرازيل. أعيد وأكرر، المطاعم العربية وخصوصا اللبنانية في البرازيل من أروع ما يكون، لأنه فعلا الشيف هم لبنانيين هنا، مو بس بالاسم ولا المالك. يعطيك العافية حبيبي. طبعا شوف يس اي لايك ات لايك بيروت. المطعم هذا يا جماعة مطعم سوري، واللي يدير المطعم والطباخين والطاقم كل فريق سوري، شغل ما شاء الله تبارك الرحمن. What's this? This is Flamingo team. It's the best team in the world. Oh, Flamingo team. Huh? Okay. And I asked them to give you a give it. Thank you so much. I really appreciate it. I could hear your name. Uh-huh. Oh, nice. Number 7. Okay. And I want to... Wear it, huh? يقول هذه اتس تيشيرت اور تيشيرت من فلامينغو. يقول قلت لهم يحطون عليها رقم 7. اوه هاو نايس. نو دونت نيد ذات. اوكي ثانك يو سو ماتش. حط اسمي عليها وقال يا نايس اي هانج ات ان ماي اوفيس. ثانك يو سو ماتش. هذا ذيبان معزبنا وهذا سواقه مش ابريغادو. طيب خلوني اشكر الجميل هذا ابن سوريا سومر. سومر ولا السوما؟ سوما البرتغالي سوما. زي السوما عمر السوم اللي عندنا. اشكرك على المطعم الجميل. انا اقول مطعم لبناني وطلع مطعم سوري. سوري يعني سوري لبناني نفس الاكل. لا جميل غريبة. واشكرك على ضيافتك الجميله. تسلم. شكرا لك وما قصر يعني. وهذا مو غريب على العرب. العرب is there first time you see this? First time we like this in Brazil. طبعا تعرفون in Brazil in Rio. Yes in Rio. In Brazil there is a lot of cold weather. Yes. طبعا تعرفون في موجة برد وثلوج نزلت على جنوب البرازيل وأثرت على حتى المدن الثانية. فالآن في ريو دي جانيرو برد شيء غير طبيعي.
من شاطئ إيبانيما، أحد أشهر الشواطئ الجميلة في البرازيل والنظيفة والرائقة. من الزاوية هذيك يبدأ الكوبوكابانا بالشكل المقوس، لكن من الزاوية هذه اللي هي التلة هذه مرورا بالمكان هذا انتهى في شاطئ إيبانيما، من أجمل شواطئ البرازيل ريو دي جانيرو. شيء خرافي يا جماعة، شيء رهيب جدا. بل أنه هناك الأخوين الجبل هذاك مطل جميل، إن شاء الله أني بكرة بروح أطلع فوقه. المنطقة هذه تشوفونها هذه فافيلا، الأحياء العشوائية، وهناك أيضا في أحياء عشوائية اسمها الهوسينا، صورتها المرة اللي راحت، لكن إن شاء الله توكا أنتم بعد أروح لها مرة ثانية صورت لكم. أهم شيء تستمتعون بس، فاستمتع يا حبيبي أنت في البرازيل. Thank you so much Victor. You know I came here. Thank you so much for the lunch. نشكره على الغداء، الله يبيض وجهه، غدانا وما قصر، وعلى هالشاطئ طال عمركم. نبي ندردش مع فيكتور سيمونز أشهر أسئلة ممكن تخطر على بالكم. جاهزين؟ فيكتور، your journey with Al Ahly, especially in Saudi Arabia, was it the first one? To the region. Yes. Okay. أول أول تجربة لك في السعودية، يعني كانت في الشرق الأوسط، كانت في السعودية في الأهلي. Your impression about Saudi Arabia before you came there. The first impressions. I didn't know if I was first meet like a lot of people at the stadium. I didn't know about when I was arriving Jeddah with plane. I saw there's a lot of lights. It's like it's a whole place. He's We have a city like because I didn't check in internet. Come on. Yeah. Really, I didn't know nothing, and I didn't check in internet. You go, I'm. ما توقعت ان السعوديه بهذا التطور، لما اشوف جده والاضاءات والانوار اقول والله عندهم مدينه كبيره عندهم. فيقول كانت يعني معلوماتي ضئيله شوي عن السعوديه وما كنت اعرف عنها شيء. Then so your journey with the Ahly was successful journey, and I think you did a great job in that time. The way you strike, thank you. They called you Safah, you know that. Today my email is Safah. You could email it Safah. Thank you. So in this question, I want to ask you about your social life in that time in Saudi Arabia. Let's talk about non-sports life, your family. How do you live that? I ask you this question because you came back to Saudi Arabia again, like, yeah, 2 years ago, and you still like to go to Saudi Arabia. Yeah. And for me, it was nice. I learned too much with them. I learned how to love each other, how to love people I never saw, because they never saw me. Not because I was playing, not because I play football, but they treat me as a son, not only from fan Ahli fans, all of them. And I learned this. I learned with them how to treat people you never saw in your life. And this I take with my heart and I take from my life. طبعا فيكتور يقول الحب والاحترام، وان الناس اول مره تقابلهم ويحترمونك حتى من الفرق الاخرى بغض النظر عن فريق الاهلي، فهذا اعتبرها انهم يتعاملون معي كابن لهم، فهذا اثر في واخذته انا في قلبي معي واخذته في حياتي حتى هنا في البرازيل. Before I came, I was thinking how can I live in Saudi Arabia. Before you came, يقول قبل ما اجي قلت كيف اعيش انا في السعوديه هذه. I knew people say there is everything is closed and this and that, but when I arrived there, so it was totally different. يقول الناس يقولون انه مغلقه وفيها شيء وكيف تعيش في السعوديه. يقول يوم جيت هناك لقيت انه هي حياه طبيعيه. Nice life. حياة جميلة. Relax, security, you know.
Your family was with you. I was happy. Okay. My sons, they were happy. Uh-huh. You. Nice school, nice. يقول عائلتي كانت ممتازة, مدارس, مستشفيات. So it was very very nice moments. Mm-hmm. That years I lived there. Mm-hmm. It's affected your life. Of course, so much. Yeah, it's changed my life. Oh, it changed your life. Yeah, it's changed. Mm-hmm. I became a better person, better father. أصبحت شخص جيد, شخص إنسان له يعني حياة, أبو لعائلته, حصلت على أشياء جميلة بعد ما عشت هناك. You still have this life here. Yeah, I try to continue even I'm not there. I try to continue with that feeling. يقول أنا لا الحمد لله يعني يقول لازلت يعني فضل الله ثم فضل ذيك التجربة أنا الآن أعيش حياة مبسوطة وأب لأسرة وفي هنا في البرازيل. انتهت جلستنا مع فيكتور, لكن المنظر جميل يا جماعة, المنظر كأنه فيلم سينمائي صراحة. بيريرا. Yes, the coach. I have to talk. You talk. I prefer to talk. Ah, okay. يقول ما بدي أتكلم عن مدرب بيريرا, مدرب الأهلي. أعتقد أنه يعني هو اللي كان سبب في إبعاده, فما يبي يتكلم. قلنا نقدر الأشياء هذا, أنا ما أحب أن أبش العلوم. You want to say something? So for my message for all the fans, for all the prince of Ahli, you make a good, very good work. That club, I think, has something different. It has something different of other teams. Thanks so much. So all the players here in Brazil, when they ask me about how was my life there, I say it's great club. So I have not to say only thank you. Thank you so much, حبيبي فيكتور. طبعا أشكره جزيل الشكر. وبالمناسبة فيكتور طبعا عنده بزنس جاي يشتغل فيه, فيخطط إنه يجي على السعودية يسوي بزنس بعد. You are planning to go there in Saudi Arabia to do some business, right? Sure, sure. Where? Riyadh, Dammam, Jeddah? Jeddah, for sure. Ah, Jeddah. You like Jeddah, huh? Yes. There's some leagues there. Okay. Yalla, يقول جايكم في جدة. عاد ما أدري شو الاستثمار اللي بيسوي, استثمار رياضي ولا استثمار بزنس آخر. طبعًا هو يقول عشان في فرص استثمارية كثيرة في السعودية الآن فاتحة, يعني استثمار للأجانب من جميع دول العالم. فيقول إن شاء الله إني أفكر في استثمار في جدة. يعني يقول رسالتي للأهلي والأمراء, أمراء الأهلي في ذاك الوقت, شكرا لكم على الفرصة اللي أعطتني إياها, على الفريق اللي في ذاك الوقت كان فريق جميل وكان مختلف. يقول حتى أنا رجعت هنا للبرازيل كل الناس تسألني كيف حياتك هنا, كيف الأمور. يقول هي تجربة جميلة جدا غيرت حياتي للأفضل, فأنا ما أحب أقول إلا شكرا لكم. You know something? Someone you still remember from الأهلي until today. زيد هو زيد. ابو زيد, زيد. لا ابو زيد. محمد زيد. محمد زيد انا ماساجيست العلاج الطبيعي. خالد حق الملابس. هو يذكر ناس خلف الكواليس عشان كذا مو معروفين, لكن كل الطاقم ساعدوني كثير ان اعيش في السعوديه واتاقلم واتعلم. رحت للبيت اجيب هذه بعطيه اياه, استاهل مع الزبنه, استحان منه حبيبي. شكرا. Just small thing. Small thing. Yeah. It's not small thing. Yeah, يقول لا مو شيء قليل. Thank you so much and really appreciate you and we'll put your Instagram page, okay? Thanks so much. What do you say? Thank you very much for everything. You are a very nice person. Thank you so much. We will keep in touch. Inshallah. Thanks God for you. Thanks God for your come. We keep in touch. Thank you. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Habib. شكرا لكم أنتم.